معقول وغير مقبول، غير مقبول. نتأسف صراحة، أشقة لعبة مقابلة بتاع كرة قدم بين خيان، فوضى كبيرة في الملعب، غير مقبولة من جماهير الزمالك، غير مقبول. هذا الصور وهذه الصور قاعدة تشوفوا، قاعدين نشوفوا فيها في المباشر كما شفت، فوضى كبيرة قاعدين نعيشوا فيها في استاد القاهرة. نذكر اللي يهمني أنا، اللي يهمني أنا يا بديع، سلامة اللاعبين والإطار الفني وبعثة النادي الإفريقي. خذوها المقابلة، لا ما يهمش ترشح، خذوا المقابلة ما يهمش، ورينا فوق الملعب أنا أبطال، ولكن اللي يهمني أنه سلامة اللاعبين المتواجدين فوق الملعب، هذا الأهم. يظهر لي 90 دقيقة باش يتفسخوا باش يشوفوا، ما عادش باش نحكيو على الكورة، باش نوليو نحكيو على أحداث ما بعد المباراة. أكيد تشوفوا في الصور، باش نرجع ونمشي للإشهار، من بعد نرجعوا للباتو إن شاء الله مع مهدي كاتو. كل حد جمعيت يتكور، زعما الطقس منور ولا الحظ في وجهه يدور. عليك بواباب، بوابة تدخل بها عالم الرياضة، الأخبار، أشياء في نهايتها.